من الاو تي في، صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الحلقه الجديده من حوار اليوم. ويسرني ان استضيف فيها عضو تكتل الاعتدال الوطني رئيس لجنه الاشغال النيابيه النائب سجيع عطيه. اهلا وسهلا فيك، وينك اهلا غايب؟ وسهلا. بن الايادي بن الايادي، بس الاعلام ما عنده، ما عندنا شيء نحكيه، جمود. ما في شيء تحكيه، كل هالملفات. المطار عامل ايام كانت بالمطار، خرق وقرصنه، ما في رئيس لجنه اشغال النيابيه، ما عنده شيء يحكي. احنا بنشتغل بالظل وبدون هيك الهوبه الاعلاميه، بنشتغل على السكت ومنوع على التنفيذ مش على الحكي. يلا خليني بلش من في كثير ملفات بدنا نحكي فيها. خليني ابدا مباشره من اليوم، هالشتوى اللي صارت. خليني طلعت خفيفه والله، ما ناوي يعني خفيفة، وكمان شوي هالطرقات مثل العادة يعني بتعوم بالمي. مين بيتحمل هالمسؤولية استاذ سجيع عطية؟ يعني كل مرة نفس الخبرية، وبالآخر بيعلقوا هالمواطنين وبنرجع على ذات الدباجة، وكأنه نحن ببلد ما بنعرف إنه في شتاء. يعني صراحة هو الحقيقة الأسباب عديدة إذا بدنا نحكيها بالعمق. أول شيء مثل ما بتعرفي زيادة المساحات المغطاة يعني بالاسمنتية والاسفلتية وما شابه، موضوع نسبة المتساقطات اللي عم بتزيد بشكل كبير، يعني مش بس عندنا بلبنان، بكل الدول. نعم. أضيف إلى أنه البنية التحتية تبعنا ما كانت مؤهلة لنسبة 100 و200 مليمتر باليوم، يعني كانت 30 40، هيدي كمان خلقت لنا شوي إذا بدك كمان إرباك. ضعف الامكانيات الدولة لاعمال الصيانه، يعني اذا ما في تمويل لوزاره الاشغال تنظف مجاري الطرقات، ولا في لانهو كمان هيدا بتاذي. اضف الى التعديات الكبيره على الاملاك العامه النهريه والبحريه وما شابه. هلا بعتقد نحن بجلستنا اللي عملناها الاسبوع الماضي كلجنه الاشغال والطاقه، ودعينا لكل المسؤولين، الإغاثة، المحافظ بيروت، الداخلية، نعم، الطاقة، المياه وما شابه والأشغال، وزعنا المسؤوليات وعملنا توصيات، وبعتقد الحكومة بلشت تاخذ إجراءات فعالة. يعني إذا أنا ما بحس حيكون عندنا نفس المشكلة تبعت أسبوع يعني الماضي. قبل شوي إما هيدا اللي بدي لك، من تقريبا من أسبوع، يعني عن جد المشهد اللي شفناه معيب. قال لك يعني كان في مشكلة عندنا بالتعدي على نهر بيروت، في جزيرة بقلبه معمولة إلى 20 سنة وكانت ماشي الحال، ما كانت المي طوف هالقد. هلا هي الجزيره يعملوها موقف لاحد البلديات والسكلين وسكومي، في شركه بتعمل تخمير للنفايات، هيدي جاي بوسط مجرى النهر. نعم. على المصب بنهايته وبدايه الاملاك البحريه. كان في شويه نزاع على مسؤوليه مين، انه هل من طاقه لانها ضمن الاملاك النهريه، ام الاجغال ضمن الاملاك البحريه. هلا وقت اللي اجتمعوا اثنين الوزارات بين انه وقعوا بالنص، بالتالي اتفقنا نشيلها مين ما كانت تكون. وبلشوا يعني بلش شغل من الاسبوع الماضي وتنظيف النهر، وكان في كاميونات عم بتصف تحت، وكان في حاط واقع وكذا، بلش تعمل الصيانه. والحكومه رئيس ميقاتي يعني عمل خليه ازمه وعم بيتابعها بالدقه، يعني بهالموضوع من الاسبوع على اليوم مشان ما تنعاد الخطا اللي حصل. يعني من رئيس لجنه الاشغال بدنا اموال بالموازنه الجديده. انا اجتمعت مع وزير الاشغال وبكره مع وزير الطاقه لحتى نعزز شوي الميزانيه تبع تنظيف المجاري وزياده الموازنه لما يكون عندنا هيك مشكل بالايام الجايه. طيب بس استاذ سجيع عطية، يعني معلي لما بيكون مشروع على ذوق البعض بيمشي حاله، دغري بيتدبر له التمويل. طب ما هيدي كمان معلش، انه هيدا شيء يعني حياه العالم، حياه المواطنين. معك يعني معك حق، هيدي سلامه عامه، هيدا اذا بدك مش بس اشغالها مصالحها. انا بقول لك بصراحه، يمكن اول يوم نعلنا ما حبينا نعمل ارباك كبير، في خساره عندنا بالفيضان الماضي حوالي 10 مليون دولار. في احد المعامل وحده بيخسر شي 3 مليون دولار بصراحة. كان فينا ب 10,000 دولار نتلافى الوضع، بس مثل كل شيء بلبنان لا توقع المصيبة بنبلش، يعني احنا بنشتغل على ردة الفعل مش على الفعل، وما عندنا علاج وقائي لأنه بتعرفي الإهمال. واليوم في انحلال بكل مؤسسات الدولة نتيجة الضعف المادي وهيبة الدولة والإدارة وما شابه. هلا هسه الحمد لله بعد في امكانيه استدراك الخطا والمعالجه، وما كانت كثير مأذيه على المستوى الانساني، يعني على المستوى الاقتصادي ازيد. ان شاء الله يكون اذا بدك يعني التجربه الماضيه هلا تعلمنا، وانا يعني متاكد انه بلشوا الشباب والوزارات يشتغلوا. يعني في حال اليوم تكرر هذا المشهد او بدأ الدعاء بيصير بالقضاء.
انا بقول لك بصراحه، وانا اول واحد حادعي بتدعي على مين؟ بدعي على المسؤولين، عن عليهم كلهم، لانه نحن جبناهم كلهم وقلنا لهم كل واحد شو عليه وكل واحد شو عاوز، وتعمل توصيه واضحه لرئيس الحكومه، ورئيس الحكومه عم بتتابع. اليوم اذا في تقصير سواء من بلديه بيروت او من وزاره الاشغال او من الطاقه، حندعي عليهم بكل وضوح بالقضاء. على امل قلت لهم اياها وعم اقول لهم اياها وهلا عم احكيها كمان عندي. اوكي، على امل الا يتكرر هيدا المشهد بدي احكي على مطار بيروت. تفضلي. تعليقك على عمليه القرصنه اللي صارت بدايه؟ هلا يعني بنفس السياق بالنهايه، لانه اليوم نحن بحاله حرب. نعم استاذي، ولانه اتضح الى حد ما بموضوع التعدي او هذا السايبر اتاك اللي بسموه، كل دول العالم اليوم عم توصل ميزانيات. اوكي، نحن عندنا قانون طلع من 2019 ما نعملت اي مراسيم تطبيقيه، بس بقي ولا نصت له، بقي حبر على ورق. بالتالي هلا المطلوب يكون هالملف على الطاوله اكثر، لانه صار في تعدي واضح، في اذى يعني. الحمد لله اللي قطعت هيك، تخيلي لو فاتوا على الابراج، على الملاحه، على كان عملنا كارثه انسانيه كبيره بالمطار. هيدي وعدنا انه لازم بقى حاكم مصرف لبناني يحول المبالغ للمطار لحتى يصير عنده امكانيه الصرف. امبارح كنت انا بالمطار بيروت وصار في اجتماع وتاكدت انه تحول حوالي 20 او 22 مليون دولار على حساب مطار بيروت. يعني ما بقى عندنا مشكله لا بالفاست تراك ولا بالصيانه ولا بمجاري المياه ولا ان تشتي الدنيا بقلبه، كل القصص صارت خلص هيدا انحل، وصل المبلغ لجوا. عندنا مشكله هلا باليه المناقصات، لانه الهيئه العليا للمشتريات او هيئه اداره المناقصات عند الدكتور جون عليي عنده سقف معين. هيدي بقى نحس قانونا كيف فينا نعلي السقف ليكون في جهوزيه تامه عند الادارات والمؤسسات العامه بانها تحل مشاكلها باسرع وقت ممكن. يعني بس عمليا المال صار مأمن، فهمنا المشكلة. ويبدو المشكلة خارجية، لأنه مثل بتعرفي بالمطار في الهاردوير الكبير، يعني السانتر تبع الاي تي، وفي عندك السوفتوير تبع الشاشات. هلا يبدو في لينك بالويب سايت حسب ما فهمت أنا من المطار امبارح، بين البيلت وبين موضوع هولي الفيش، لائحة شو يسمون الإعلانات، شاشات. لذلك عالجون الشباب مانويلمون والامور صارت منيحه. اليوم لازم البيلت يكون تزبط، بس ما بيكفي، بدنا نظام حمايه لهالسايبر اتاك اللي حيجي، وحيجي دائما طالما نحن بحاله حرب ودوله. بس مصدر خارجي، قلت لي نقطه مهمه. المعلومات الاوليه، او لانه انت تابعت وكنت بارح بمطار بيروت، تشير هذه المعلومات الى انه المصدر مش من داخل حرم المطار؟ لا اعطيك جواب قاطع وجازم، كون عم بالغ، لانه المعلومات والضباط اللي عم بيحاولوا، وخاصه ضباط المعلومات بهيك مستوى من الاتاك، بده مستوى كبير من التكنولوجيا، يصعب محليا او داخليا بقلب المطار تنفيذه. بس يبدو بالتحليل يبدو انه في اتاك خارجي على الموضوع. اضافه مثل ما قلت لك، لعنا نظام حمايه، ما في استدراك للصيانه كان سابقا، نتيجه كمان ضعف التمويل والحاله الانحلال العام اللي عايشينه. طيب كلامك بيتقاطع كمان مع اللي سمعناه امبارح من وزير الداخليه، يلي كمان قال يبدو الارجحيه رايحه خارجيه. طيب لا، هذا اللي اكتشفناه امبارح، يعني يمكن ما تنعمل بمحلات كثير، يمكن على شركات الاتصالات، يمكن على المؤسسات، يمكن على مواضيع تانية، ان شاء الله ما تكون فيتنا على المؤسسات الامنيه ومشابه. بس اللي اتضح امبارح اللي انكشف معنا انه في اتاك كبير فايت لعنا، الله بيعلم وين عم بيفوتوا الشباب، وبعدنا مش حاميين ساحاتنا اذا بدك. طيب المطلوب نظام حمايه، مطلوب نظام حمايه وقانون لتطبيق قوانين واصدار المراسيم التطبيقيه لقانون السايبر اتاك، لانه هيدا السايبر اتاك ما بينعمل الا على مستوى دول. وهيدا مثل بتعرفي يعني بالدول العالميه الكبيره والنظام الاقتصادي المتطور والتكنولوجي، هيدا اليوم يعني مثل ما عندك باخره بالبحر كبيره واجوا قراصنه اخذوها بهالمستوى. هيدا لهالتكنيك لتفوتي على تفاصيل، هيدي فعلا بدها علوم عاليه، بدها تكنولوجيا عاليه، بدها مهنيه عاليه. ما بعتقد على مستوى عمال بقلب المطار فيني يعملوا هيك شيء.
ما بتعتقد حتى تحليلهم للضباط توقعوا انه تكون خارجيه. هلا ما في نتائج نهائيه بس تطلع بتكون واضحه لنا ولكل الناس يعني. طب بس كتار قالوا استاذ سجيع انه هالمطار صار فيه انظمه مش محدثه من زمان كتير، في يمكن امور تحتاج الى تحديث وما صار هالشيء على ارض الواقع، هون مين بيتحمل هذه المسؤوليه؟ لقلك بصراحه نحن اليوم مثل كل مؤسساتنا مثل كل يعني هيدا قطاع منتج وهيدي النافذه الوحيده على البلد بدها صيانه واعاده تاهيل اكيد. بعده المطار جيد، ما فينا نقول سيء او وسط، بعده جيد. هلا بتقولي لي جيد جدا بقول لك لا، بتقولي لي ممتاز بقول لك لا، بتقولي لي هل لازم يبقى وحده مطار بس ببيروت اذا ما سمح الله حصل او اعاده حصول هيك شيء؟ حاحكي نقطه فيها مفصله. ايه ايه بقول لك غلط. بس اليوم بالحد الادنى من التمويل الموجود لهالشباب للاداره ماشي الحال. كان عندنا مشكله المراقبين الجويين، اجى الجيش عم ينعمل لهم تريننج، هلا اعطونا 15 ضابط والامور حلت. هلا بشهر 5 جايين الايكاو اللي هي منظمة الطيران المدني العالمي لا تكشف تتأكد، هي عملت ليست السنة الماضية بيسموه بري اوديت، يعني قبل ما يجوا يعملوا الفاينل اوديت بيجوا تدقيق تحضيري أولي. اجوا قالوا يا شباب في هالليستة 1 2 3 4 5 نعمل فيها شيء كتير، قصة في بعد شوي بموضوع الصيانة. بالتالي هيدا بعتقد انه لشهر 5 بيكون قطعنا شوط كتير كبير فيه. تفاجئنا امبارح بالسايبر اتاك، هيدا كمان مدعاة لانه نرجع نحسنه. طيب ما من عرضه لان يتكرر 100% عادي ولا انه ما في شيء 100%؟ اذا ما عملنا نظام حمايه يمكن هلا الليلي كمان يمكن بكره يمكن كل يوم بعدنا مكشوفين نحن. يعني كل سلامة المفادين والمسافرين هي كلها والمغادرين هي مكشوفة؟ في قصص أكثر من هيك ما بدي أحكيها عن الكشف وعن السلامة وعن الوضع. لذلك بقلي لا قلنا أنه يعني قلنا بالنهاية أنه اليوم أنت بتعرفي وقت اللي إجا ماكرون بالطيارة هذيك السنة رئيس ماكرون الفرنساوي صف وقت 4A بالانفجار أحد الشباب عم بيصف له الطيارة تبعه، بتعرفي في ناس بيوقفوا بيوجهوا على الموقف، فوتوا بالهنجار الحديد كسر الطيارة تبعه خليها هون وطلع طيارة تانية. عم أعطيكي مثال، في طيارة نازلة بالجو احترقت، لو ما طالع الطيارجي الأردني وقال لهم يا شباب انتبهوا في طيارة ألمانية هي ونازلة عم تحترق فوق ما قدرنا عملنا شيء. يعني الله عم بيساعدنا أكثر. هلا بتقلي لي موضوع اطلاق الرصاص والرصاص الموجود بالمطار، بتقلي لي موضوع نهر الغدير والحمام و 11,000 طياره بتوقع بالسنه بالعالم نتيجه بس هذا النورس والحمام والطيور. انت اليوم على ضفاف الكوستا برافا، الكوستا برافا هيدي بعد شوي بدها تصير ان شاء الله، لا بس في احتمال انها تكون بومبا تنفجر باي لحظه هذه السلام العامي. في كثير من مسائل الحساسة بمطار بيروت بدنا نتلافاها. هلأ ما عندي بديل؟ عندي بديل. ما لازم أنا بلس أخذ إجراءات ووزع الريسك على محل تاني؟ لازم. ما لازم ينعمله صيانة لهالمطار وإعادة تأهيله؟ البنى التحتية تبعه أصلا ما عاد كافي لاستيعاب عدد الوافدين والمغادرين، بتعرفي زاد عدد المغتربين حوالي 500,000 نسمه بهذا الوقت. هلا في خطه كان كبيره لتوسعه المطار وبلشنا على اساس ما بقى في مجال للتوسعه ما زبطت. لقلك لك شغله وقت اللي تقدم انعمل تيرمينال 2 انا نحن وقفناها باللجنه يعني بالتنسيق مع الشباب لانه ما كانت توفر المناقصات المطلوبه ولانه مش كافي بمحلها. لذلك بقول لك برجع بقول لك بدها مطار ثاني وثالث بالبلد. قبل بالمطار الثاني والثالث اللي عم بدي احكي فيها، بس كمان للامانه يسجل للقيمين على مطار بيروت سرعه التحرك لانه سمعنا كمان امبارح يعني من رئيس المطار من جهاز امن المطار ووصفهم وزير الداخليه بابطال جهاز امن المطار بالفعل، وكمان رئيس المطار كيف تصرفوا لتدارك او خليني اقول ضبط وحصر الاضرار، انه نحن دائما انا كمان ما بدي اكون هالقد سلبيه تجاه مطار بيروت لانه اللي بيروح كمان على غير مطارات وبيشوف بيعرف انه لا اللي انعمل عن جد هو قدر المستطاع قدروا ضبطوا هذه الاضرار. بس هيدا الشيء مثل ما قلت استاذ سجيع لا يمنع انه يكون في بديل ثاني عن مطار بيروت. صح هيدا الشيء اللي كنتوا عم بتطالبوه حضرتكم ودرتوا فيه على المعنيين. خبرني كيف كان جو المعنيين بدايه وتحديدا حزب الله. لا بالظاهر كل الكتاب نعم
الله يقويكم، نحن معكم ومقتنعين اقتصاديا وانمائيا ومناطقيا ولسلامة كمان التنقل والطيران المدني والجوي وما شابه، كلنا بدنا. هلا بالباطن ما بعرف مين بده يقول لا، بس نحن وقت طلبنا تنحط على جلسة مجلس الوزراء، انحط الرئيس ميقاتي وأضافه، وعلى أساس للمعلومات إنه ليعات وريه فيهم قرار مجلس الوزراء بسنة 89 بتشغيلهم. نعم. هلأ توقيف مخالف للمرسوم اللي طلع وقتها. تاني شيء ليعات اشتغل لمدة سنتين أو ثلاثة، بالتالي وهلأ في تنزل فيها طيارة، ما في مشكلة أبدا، بده صيانة وتظبيط وبمبالغ كتير متواضعة يعني. أوكي. أيام الدخل تبعه بالظاهر كل الكتل كانت موافقة. هلأ وقت اللي حول أو طلب وقتها رئيس الحكومة من الوزير الأشغال أنه هذا الملف بدي دراسته وكذا، حسينا وكأنه وزير الأشغال ملبى. كان امبارح كنا عنده وحكيناه بصراحة وقال لا اكيد هذا الملف قدامنا ونحن بحاجه له، بس هلا حرب غزه شوي جمدت المواضيع، لانه بس لنخلص من هالازمه بنرجع نعيد فتح، ونحن مش حنسكت عنه، مش حنسكت عنه. يعني اول ما طرحتوه على اول ما طلبته من رئيس مئات يكون على جدول اعمال، حطوا على جدول الاعمال مطار ثاني، تشغيل مطار ثاني غير مطار بيروت، كان في مثل تلبك او اللي هيك؟ لا لا بالعكس، بيتمنى رئيس مئاتي وحطه على جدول الاعمال. لا لا، وزير الاشغال عم بحكي، وزير الاشغال ما هو اللي بحط جدول الاعمال، حطه رئيس مئاتي، انحط على جدول الاعمال. طلب من وزير الاشغال انه درستي هالملف واعطيني كل تفاصيله. هلا الموضوع الكره عند موجود عند وزير الاشغال. إذا خلصت الحرب غزة وزير الأشغال ما درس هالملف وما فيت فيه وعمل دراسات وتأمن كل شيء له، ساعتها في نوايا باطنة عنده وعند اللي ما بعرف مين بيمون عليه أنه أجل هالموضوع، علما أنه ما بيزعج حدا. يعني بس خلينا نذكر بما تقدمتوا فيه بالتفصيل، يعني الاقتراح تبعكم اللي جلتوا فيه على المعنيين أساسه شو بالضبط؟ مثل منك شايفي، لانه الاسباب عديده الحقيقه، سواء من الوافدين والعدد والبنى التحتيه ولا الريسك الموجود وعديناهم قبل شوي، ولانه كمان عندنا مطار ثاني جاهز وعنده الامكانيه يشتغل، وهيدا حاجه ملحه للمنطقه، وهيدا المنفذ الاقتصادي الوحيد للشمال، وبيشغل معرض رشيد كرامي والمواصلات وبنى تحتيه، ونحن هالمنطقه يا عمي نحن من لبنان كمان، بيسوى يكون حس حالنا منتمين لهالدوله، عملت مرفق واحد، وتسهيلا للمركزيه الماليه والاداريه بيسوى يكون في قطاعات منتجه فوق. بالتالي من هالباب هيدا جينا، ونحن ما عندنا مرفق يعمل تنمية فوق إلا هالمطار. الحقيقة كان كل مقتنعين، اجتمعنا مع كل الكتل، ما حدا عنده مشكلة، كان التمني إنه لا خلي يكون في واحد تاني بالبقاع، يكون في إذا حمات بيزبط، ما بيمنع في قبرص قد نص لبنان فيها ست مطارات فينا نعمل تخصصية فيه، ونحن كان طموحنا منه كتير كبير، يعني بالبداية نخفف عن مطار بيروت. نعم. شوي نبلش بالشحن وبالشاطر ما بيمنع. هلأ بالمنطق ما حدا في واجب بالمنطق انه ما لازم يكون في مطار تاني، وخاصة التمويل مأمن، تجهيزه مش كتير كبير، دخله كتير عالي، ما بشوف في خطأ أبدا، بيستفيدوا فيه من جوني لساحل سوريا الليدقية وادي النصارى كل المنطقة. هلأ في مشكلة، يقال انه مشكلة انه الطيران بده يقطع بين هالنقطة فوق مش سوريا، مش وهيدا انحكى فيها انه يمكن صح، ويمكن وضح لنا قديش هيدي حجة. انا اجتمعت مع كتير طيارجية نزلوا بالمطار لإعاد بال89 كبار، وفيني سألون ولا حدا بينزل فوق سوريا، وبتتمنى سوريا نقطع فوق منها، لانه بتاخد على كل كيلومتر بتاخد مبلغ معين، ما بعرف 50 دولار 500 دولار من يذكر، ما عندها مشكله السوريين، وانا بضمن نطلع عند السوريين. ما في خطر، ما في اذى ما في خطر، ما خطر وين ما كان، ليش اذا نزل بلبنان ما في خطر حدا بلبنان يعتدي عليه؟ بالعكس، مطالع الايعات عنده بروتكشن اريا اكثر من كل المناطق. بدك تقولي لي في خطر على الايعات، واليوم في 600 بيت موجودين بقلب مطار، في شارع مثل منه بقلب المطار قاسم المدرجين اثنين، ما في خطر عليه؟ بالطيران المدني بعد ما فت شوي بالتفاصيل، في النية وفي الإرادة، أنا نيتي اعتدي وعندي الإمكانية، النية والإمكانية بسميها. أوكي. طيب ببيروت أوكي ما في النية وما في الإرادة نعمله. طيب بعكار كمان شو النية وشو الإمكانية؟ لا في سكن محيطي أسرع، لا
بتجي فوق البحر وبتطلع فوق البحر. والنيه مين عنده نيه يأذي مرفق عام هونيك وعنده المساحات الكافيه الحاميه له؟ ابدا، هيدي كلها حجه. التوقيت انا بتوافق معه لوزير الاشغال، عم بيقول هلا التوقيت مش مناسب، بس وعد فور انتهاء حرب غزه انه سيتم درس الملف، مجبور يبلش فيه، مجبور، مش عزوقه، مش عزوقه وزير الاشغال، مجبور، معلوم، مجبور، ملف مكلف فيه بعد الحكومه، بده يبلش يبحثه. ما في حدا مسمح له اليوم يكون ضد مشروع انمائي بمنطقه، وما في اي سبب لمنعه، لا بالسياسي ولا بالانماء ولا بالمناطقيه ولا بالمحاصصه. عال عم بتقول هيدي، هل هيدي هيك رساله تهديد لوزير الاشغال؟ لا مش تهديد، لا فيني اهددهم انا، بس فيني اقول له اعملوا رساله تحذيريه عم بتقول له لوزير الاشغال. اذا ما عملها، اذا ما عملها وزير الاشغال بيكون عنده نيه مبطنه وبدنا نعلنها نحن. ما فينا ننام على الموضوع، هيدا مرفق عام للبلد، ما فيني اوقف ضده، ليش انا استحيت منه وقت اللي كان عم يعمل التيرمينال 2 وكان مخالف لهيئه الشراء العام، نزلنا عملنا اجتماع وقلنا له اذا بتريد هذا في خطا، انت عملته عن حسن النيه لانه بدك الاستعجال حسب قانون المرافق العامه، بس وفي الاصول المناقصات غلط، قال ايه معك حق ورجع عنه الزلمه. أنا وزير الأشغال على مستوى أدائه وشخصيته ممتاز الزلمي. هلأ الخوف من النوايا بدنا نحكم عليها بوقتها، ما بدي أحكم عليها هلأ، بس بالدليلي ما بده يحط، ما في ما يحط، ما في ما يناقشه، وما حيخلد مدى الحياة وزير الأشغال هو أو غيره. هلأ هو هي. هو أوكي وزير الأشغال، بس في مرجعية لوزير الأشغال هي يمكن يعني المرجعية ليش ما قالت لي الأسباب اللي بتمنعها؟ أنا وقت اجتمعنا معها نحن كتكتل وكلجنة ما قالوا في أسباب، لا ما حد ما حكوا بكل صراحة، الله يقويكم نحن بدكم إياه. لقلك ليش المرجعية، بعتقد مبالغ بموضوع المرجعية فيه، بس أنه بدي أسألك سؤال وعم أحكي على الهواء هلأ، أنه بدهم يهربوا من خلاله، ما عندهم كل الحدود مفتوحة يجيبوا اللي بدهم إياه، عندهم مطار تحت إيدهم، ليش أنه شو المانع يكون لقلايعات تحت إيدهم؟ ما إذا بالمعنى الهيبي تبعهم بتحكي عن حزب الله، عم حزب الله، أنه ماني شايف أنا بالعكس المنطقة هونيك على حدود سوريا والوسط كله متعاطف معهم، وأنا بقول لك اليوم قبل بكرة إذا حزب الله بيسلف المناطق السنية هذا المنطقة بالعكس بكون عم يشتغل أحسن ضرب سياسي، ماني شايف لا بالسياسي ولا بالمكاسب حدا ضد هالموضوع هيدا، وأكثر من هيك أنه لش أهل الهرمل والبقاع بدهم ساعة لينزلوا لعنا من الأبيات ومن جرود عكر، بدهم ساعة بيكونوا تحت، ماني شايف في منطق لعدم حصول مطار، وانا مع انه يحصل فوق ويحصل بحامات وبرياح. طيب ليش ما عم يحصل اذا عم بتقول ما شايف في ليش ما عم يحصل اذا في نيه وفي اراده وكله تمام؟ ما كنا قابلين حالنا جد نحن كمسؤولين بمناطق الشمال لنجي نطالب فيه. اليوم هلا بس تخلص الحرب بدنا نقعد ونطالب فيه. حزب الله عنده راي بيقول انا 1 2 3 او حيلا كتله ثانيه بنناقشها بنحترمها، اذا في اسباب موجبه لعدم تنفيذه هو او حيلا محل ثاني انا معه. واليوم نحن عم نعمل مخطط عام للطيران المدني بلبنان، مش بس لعكار او للقلايعات او البقع، لازم ولازم وزير الاشغال يكون هم، وانا مقتنع وزير الاشغال بعد الازمه بده يبحث هذا الملف لانه في وعد قاطع منه بهالموضوع هيدا. ما بتبنوا على النوايا شو بدي بالنوايا؟ النيابه بتسمعي النوايا بتكون كلها غلط. ونحن على تواصل وعلى علاقه جيده وعم نتعاون باللجان وعلى المستوى السياسي نحن معنا موقف سياسي ضد حدا ولا بنقبل المطار يكون بوابه لاستهداف حزب الله او غيره، نحن بالعكس متضامنين خصوصا بهالمحنه اللي هو فيها. خليني اطلع فاصل ومن بعد اكمل انا وياك حوار اليوم، فاصل ونواصل. يلا عودة لي حوار اليوم معك أستاذ سجي عطية، رح نكمل هذا الحوار، بس خليني أخذ مباشر على الهاتف رئيس مطار بيروت المهندس فادي الحسن لنطلع كمان اليوم على وضع المطار إذا أصبح معي عبر الهاتف. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ فادي. صباح الخير، صباح الخير لأليك ولضيفك العزيز. يا أهلا وسهلا. صباحا. يعني السؤال البديهي اليوم قبل كل شيء المهندس فادي الحسن، اليوم وضع مطار بيروت هل فينا نقول الأمور عادت إلى طبيعتها؟ على الشاشات بفتكر صار الأمر طبيعي، ماذا عن نظام الحقائب؟ خبرنا وضع مطار بيروت اليوم. نعم، بالنسبة لموضوع الشاشات صح، امبارح نحن صاروا الشاشات بالمطار شغالين 100%. بالنسبة لموضوع جرارات الحقائب اليوم من المفترض إن شاء الله اليوم بعد الظهر يرجع يتم تشغيله بشكل أوتوماتيكي مثل ما كان السابق، وإنما برجع بأكد هلا منه يعني نظام جرارات الحقائب منه واقف في المطار، يعني الراكب ما راح يشعر بهالشيء
ليه؟ لانه شنطه عم توصل على الوقت والطيارات عم تطلع على وقتها، وانما التفتيش عم بيتم لنوضح شو معناته يدويا. يدويا يعني كل الشنط عم تتحول على التفتيش. نعم. مش انه الشنط اللي كانت اوتوماتيكيا تكون كلير او منا برسبكتيف مثل كان قبل، كانت تروح على الطياره مباشره واللي يشتبه فيها يتم تفتيشها. اليوم لانه هذا الشيء الاوتوماتيكي بعد ما تشغل عم نحول كل الشنط على التفتيشات، ولكن مع هالشيء ما عم بيكون في تاخير لا للراكب ولا للطاقم. كنا عم نحكي قبل شوي استاذ فادي انه صح في كثير امور يجب انه تتزبط بالمطار، استراتيجيه الامن السبراني تم اقرارها، بس اقرارها هيك حبر على الورق، ما في مراسم تطبيقيه، بس كمان حكي عن انظمه المطار وتحديث يعني الاجهزه الانظمه، هيدي اليوم من يتحمل هذه المسؤوليه وليش ما تم تحديثها من زمان هذه الانظمه والاجهزه؟ لا نحن اليوم كل ادارات الدوله ما في عندنا موضوع امن السبراني بيعرف ساعات كثير بعد. نعم. ما في شيء بكل ادارات هالموضوع. نحن ما راح ننطر الحقيقه هلا لحتى يكفوا بالاستراتيجيه اللي كانت او القانون اللي كان اقر بالسابق. نحن هلا فورا بلشنا التنسيق مع المعنيين اللي عم يشتغلوا معنا هلا، عم بحكي المديريات الامنيه لحتى يعطونا الارشادات كيف بدنا نكفي بالمستقبل باي طريقه. للحقول دون تكرار هالشيء اللي صار، وبلشنا نحن مع الشباب هلا بالتنسيق، واكيد هالشيء عم بيكون بالتنسيق مع معالي وزير الاشغال دكتور يعني شفنا وزير الاشغال كان على الارض عم يتابع، رئيس كمان لجنه الاشغال النيابيه امبارح كان بمطار بيروت، وزير السياحه ولو من خارج الاراضي اللبنانيه عرفت انه اتصل فيه كمان. هلا يسجل لكم بصراحه كقيمين على مطار بيروت هذا سرعه التحرك، بس هل ما يضمن عدم تكرار هيك شيء؟ برجع بقول جوال، يعني اللي صار نحن صرنا بالمطار 22 سنة. نعم. حتى من قبل ما صارت ولا مرة هيدي الشغلة. نعم. اليوم بالمطارات مش بس نحن، في مطارات كثير بالعالم عم بيصير في عليها هالكارثة. نحن برجع نحن صح اللي تفضلت فيه، انه نحن الحمد لله مع كل اللي صار ما وقف المطار ولا دقيقة. صح. اللي عم نشتغله هلا مع الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الموضوع لحتى ما يعود هالشيء يتكرر، ونكون نحن بمنأى عن هيك كارثات بالمستقبل ان شاء الله. طيب السؤال بيطرح نفسه كمان انه عن طبيعه هذا الخريق، من وراء هذا الخرق والقرصنه اللي حصلت؟ كل الاجواء امبارح سمعنا وزير الداخليه قال يبدو انه خارجي، رئيس لجنه الاشغال النيابيه سجي عطيه كمان هلا قال لي ما بدي اجزم بس الارجح او يبدو الاجواء انه هو خارجي. معلوماتك رئيس مطار بيروت اليوم صار فينا نقول نجزم انه فعلا هذا الخرق صار خارجي ولا لا؟ انا ما بدي اجزم قبل ما يطلع التقرير النهائي، برجع بقول في ثلاث مديريات قبلين عم يشتغلوا بالموضوع. في خرق صار نعم، وانما خلينا ننظر التقرير اللي يطلع عن المديريات اللي كانت كثيفة بهالموضوع. بس ما في اجواء اوليه انه خارجي، ما بتوافق وزير الداخليه؟ انا يعني انا مع اذا بدك مع الفرضيه اللي بتقول خارجي، انا مع هيدي الفرضيه، بس ما بدي اتبنى شيء قبل ما يطلع. طيب لاختم بس معك بسؤال عن ماذا عن اللي كانوا جايين على لبنان، هل تاثرت حركه المطار بعدد عم بحكي الوافدين؟ صار في يمكن نوع من الخوف على سلامه الوافدين او سلامه الركاب، شو اجواء المطار بهالنقطه؟ نحن لا حركه الطيارات تاثرت ولا حركه الركاب تاثرت، لانه برجع بقول اللي صار ما اثر ولا 1% على سلامة الطيران. اللي صار هو خرق لأنظمة موجودة بالمطار دون التأثير على سلامة الطيران، هذا شيء مؤكد. طيب متى تقريبا فينا نحكي عن نتائج بلشت تبين بمصدر هذا الخرق؟ قد ايه تقريبا يستغرق وقت؟ هلا هو في حسب ما عم نفهم منهم للشباب المختصين انه في شيء رح يطول بالهيدا وفي شيء رح يطلع قبل. يعني وقت اللي عم نحكي انه اشياء مبدئيه وكيف صار الخرق ومن وين، هيدي ما رح تطول لتبين. نعم. بس التحليل الشامل الكامل لحتى يبين يمكن خلينا نقول المصدر من وين بعتقد بده وقت. بس نحن بكل الاحوال بانتظار انه يطلع التقرير. في شيء موقوفين مثل ما انحكى استاذ فادي بالاعلام انه في موظفين تم توقيفهم، في عدد من الموقوفين للاستماع لهم؟ لا 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 ابدا، ما تم اساسا، ما تم التحقيق مع حدا ابدا. اها ما تم. طيب انا بدي اشكرك على هذه المداخله، بعرف مضغوط كثير وبقول لكم يعطيك العافيه استاذ فادي على سلامتك. بيعطيكم الف عافيه على هذا العمل اللي صار.
حبيبي يعطيك الف عافيه. الله يقويك الله يقويك. شكرا. ويعطيك العافيه جوال وكل فريق عملكم. شكرا لك والف عافيه لجهودكم بمطار بيروت. اكمل انا وياك يعني واضح الجو كما قلت لي، بس لاختم بمطار بيروت لفتني كلام اليوم للنائب وضح الصادق. بيقول النائب وضح الصادق: المطار تحت سيطرة مطلقة وكاملة من قبل الثنائي، أولا بالفساد وثانيا بالأمن. بتوافق؟ لا ما يعني وضاح عم يعمل جهد كبير بهالموضوع. هلا اني نتهم هيك بشكل واضح فساد وأمن يعني ما في دليل. وثاني شيء بموضوع حدا منع حدا يعمل رقابة على موضوع الفساد، موضوع الأمن قلت لك يعني بالمنطق مش بده يطلع حزب الله من المطار حتى يخرب هيك شيء أو يعمل هيك شيء، يعني يمكن بيفوت ما بيطلع. شغلة تانية، ما عنده 100 محل تاني إذا مشين موضوعه بجنوب وهيك والقصص تبعه. ما بعرف هلا بتقولي لي هو في 1500 موظف المطار، وكلنا صح. جينا بهاجس انه المطار هذا خاضع لهيمنه حزب الله. هلا وقت اللي بتفوتي بالتفاصيل ما في موظفين من كل الطوائف ومن كل الفئات الحزبيه، ولا يوم حدا كما شيء او لاقط شيء معين يحكي لنا عنه. يعني ما بعرف، انا ما بدي اقول والله هني ملايكه بس كمان ما بدي اقول اني يتهمون بالفساد وبالموضوع الامن وكذا. ما عندي معلومات. انا بحترم راي الاستاذ وضاح. هلا كان عنده كثير مآخذ بموضوع الصيانه، بموضوع شوي الاداره كذا. قلت لك استاذ فادي عم يعمل جهده والشباب اللي معه، انا بعرف يعني لا امكانيه توظيف ولا تمويل ولا كذا، بالتي هي احسن عم يعملوا قد ما فين الشباب. بدنا نساعدهم لحتى نحملهم مسؤوليه، ما فينا نحطهم بدون مسؤوليه لا موظفين ولا كادر. يعني وتاني شيء هالموظف اللي عم يشتغل اليوم ببلاش هيدا اشبك تطلبي منه؟ بالتالي بدنا نفضل قصه يعني، لانه كله بيلحق بعضه. بس ليش قلت لي انه يمكن عنده امور تتعلق بالجنوب؟ يعني كيف عنده بالجنوب؟ لا انه شو قصدك؟ لا عم لك اذا بده يفوت تبقى سلاح ما عنده كل الحدود السورية بيفوت منها. يعني ما اش بده يجيب طيارة ينزلها منه مكشوفه ومبينه قدام ما ينزل ويطلع. وما تفكري في شركات عالمية عم تكشف وعم تجي تشوف، ولو في ريسك معين ما بتنزل فيه. يعني انت ضد كل ما يقال انه حزب الله بيعتمد هالمطار للتهريب لعمليه فساد كبيره. بتقليلي ضد حزب الله؟ ما بتلك من ملايك الجماعه، بس بمحل معين مضخم كثير اذا بدي يكون هيك واضح، لان الملايكه وكثير مضخم الاستغلال السياسي. لذلك لازم نضغط يكون في اكثر من مطار، ولازم يكون عندنا رقابه اكثر لحتى هني ولا غيره. لشان البور بالتراب ببيروت ما في كذا حزب فيه وله ايد، يعني اللي بيطلع له مين ما كان بيتمنى. انا بتمنى يكون لي هيبقى على المطار بيشتغل فيه واستفيد منه اذا بدي يكون عندي مصلحه. لذلك الرقابه والتفتيش والاداره والقضاء والامن لازم يكون في دوله لحتى تمنع كل واحد يستغل مرفق عام بالبلد. يعني ما فيني عم اقول لك بصراحه الصادق. انا اليوم ماك ماشي تشيل ما عندي شيء لحد هلا. وقت اللي اجى التيرمينال 2 الوزير اللي هو وزير حزب الله وزير الاشغال، بالعكس كثير كان متعاون حزب الله بهالموضوع، وهو اللي طلب وساعد من الوزير انه اذا ما في شيء قانوني 100% وقفه. يعني وضح التجربه انا عملتها انا بعهدي امبارح بايام نيابتي رئيس اللجنه، يعني ما جماعه كانوا كثير واضحين. هلا بتقلي يعني انا ابو وضح الصادق عم يستغل سياسيان؟ لا عنده مآخذ وانا معه فيها، بس ما هالقد انه امن وفساد هالقد ما بعرف. يعني في رئيس جهاز امن المطار ضابط كثير قبضاي ومرتب، في الاجهزه كثير متنوعه لانتماءات سياسيه وعلاقات سياسيه مختلفه. حدا يقول لي في شيء واضح انا اول واحد بطلع بعلنه، ما بخجل ولا دقيقه. اذا حدا بيقول لي حزب الله عم يستغل معين او عمل شيء بالمطار واضح، انا بعلنه ما عندي لا خجل ولا خوف، وبروح لعنده بقول له لك شو عم تعمل. واذا لم يتم الاخذ بتشغيل مطار تاني بالشمال كمان حنطلع ونقول اللي وقف ووقف واللي ساعد ساعه. امبارح الياس حنكش عم بيطالب بتشغيل حماد، ما حكي بالقليعة. وحماد بتمنى يشتغل هو والقليعة ورياق وجنوب والكل بمحل بالمنطق العام كلهم كانوا موافقين ومساعدين. هلا اكيد بالمناطقيه والخصوصيه بتبقى في قصص. اذا اليوم هل بيقول انا ضده بدي اطلع اقول هيدا وقف ضده، يا شعبنا بالشمال وبلبنان وبمصالح السلام العامه هيدا ضد مرفق عام بالبلد. وانا ما بعتقد حدا بيقول انا ضد مرفق عام منتج
وجيد وناجح. ما بعتقد. خليني اطلع على الفاصل الثاني ومنكمل انا وياك بالملفات الداخليه من استحقاق رئاسه الجمهوريه. زياره هوكشتاين المرتقبه نهار الخميس، ماذا يحمل له؟ الحرب على غزه وجبهه الجنوب، كل هذه التفاصيل بعد الفاصل. عودة لي القسم الأخير من حوار اليوم معك أستاذ سرجي عطية، بس لا نختم هيك بموضوع المطار. في متابعين من الاغتراب ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني الفرنسيين أنطوان نسا عم بيقول نحن عم نطالب كمان بفتح مطار الإليعاد، بفتح المطارات كل التانية لحتى يتسهل هذا الأمور، وبالتالي الاغتراب اللبناني عم بيطالب من زمان 2017 وأكثر بهذا، على أمل أن تسمع هذه الصرخة وعلى أمل أن نتكل عليكم كمان بهذا الموضوع. بدي أنتقل إلى ملفات الداخل اللبناني وبلش من هال ما بعرف عم تعملوا تكتل جديد. لا. شو اللي صار مبارح؟ شو عم بتحاولوا تقولوا انه نحن قادرين نعمل شيء ضد القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر اللي هن اكبر كتلتين قوايه بال لا شو؟ لا ابدا مش ضد حدا. هو اذا بدك لمساعدتهم لهالكتل الكبيره وليش نقيت القوات والتيار الوطني، ما هي كتلتنا منوعه واغلبها سنيه اكثر ما هي مسيحيه، يعني عدد كبير. عندك كمان ثنائي شيء عنده كتال ولذلك بس انتم عم بتحاولوا تعملوا 30. لا اقول لك شغله، العدد هو ليكون قوي ضاغطه بمعنى لتسهيل الانتخابات الرئاسيه مش لخلق كتله ثالثه، ونحن منا كتلة أبدا ولا تكتل. نحن لقاء إذا بدك صار في نوع من التشاور شوي إنه فيها الأربع كتيلتات إيش يسمونها تكتلات صغار تكتلات صغيرة هات لنكون مع بعض طالما نحن بوسط مشترك وبمساحة مشتركة وقواسم عديدة ممكن نحكي فيها، إنه إذا حكينا بالرئاسي ما بتزعل حدا، إذا حكينا بإعادة أموال المودعين ما بتزعل حدا، إذا حكينا بحضور الجلسات التشريعية وصلنا لقناعة أنه لازم نحضر جلسات تشريعية ولازم نحضر الموازنة، هيدا كتير منيح يعني لنفعل العمل النيابي أكثر. وفي مواضيع تانية مو انتظام عمل المؤسسات، هيبة الدولة، كل المركزية، الإنماء المتوازن، هاي مواضيع عامة إذا بدك. هيدي حلقة نقاش، وهالحلقة نقاش فعلا سميناها كمان لعل وعسى شوي تكسر اذا بدك هالسكون والهدوء والهكي هل بموضوع رئاسه الجمهوريه. اول شيء عم نقول للكل انه في وسط يا خيي فاعل وناشط، تعالوا لنتحاور نحن وياكم لنخلق هيك ديناميكيه معينه. شغله ثانيه لحتى نوضح كمان، لا الدول الخماسيه بدها تساعد لانه كله عم بيأجل موضوع التدخل لبعد غزه ونتائج غزه وسلبيه وايجابيه وما شابه. يعني الرئيس ما بدنا يكون حصه. اوكي نعم، يعني هيدا اللقاء استاذ سرجيا منه لخلق كتله جديده، لا منه مواجهه ضد احد، هو لقاء اذا بدك نقاش حول قواسم مشتركه لهالوسط، لهالكتله الوسطيه او هالنواب بالوسط، حابين كثير نكبرها لنكون قوه ضاغطه بتفعيل اي استحقاق معين ليكون لنا راي منتج وهادف وايجابي مش سلبي. لذلك اتفقنا انه نخلق حيوية تواصل اكثر ديناميكية مع كل الكتل التانيين، لعل وعسى تحت سقف البرلمان يكون في لقاء كبير بيكون بالتوافق مع الرئيس بري مع الرؤساء. هلا بحالة تشاور حنكون نحن، المبادرة طلعت من الاعتدال توسعت على هاي المجموعة ممكن توسع على اكثر، جصينا نبض الكل ما حدا عنده مانع بلقاءات تشاورية كبيرة. هو الحقيقة إذا بدك هيك مثل واحد عنده بركة مي هادي كبينها الحجرة بقلبها لنبلش نفعل النقاش حول هالموضوع، ولنلاقي الدول هالخماسية إذا حبوا يستعجلوا يجوا ما عاد فينا نحمل. حرب غزة طويلة، موضوعنا مأزوم، الاقتصاد بركة الاجتماعي بركة ساعتها بيلتقوكم هيك بتكون وصلتوا. هلا يمكن نطلع بنتيجة جوال يمكن ما نطلع، بس المحاولة لازم تضل دايمة والجهوزية لفتح باب التواصل مع الكل. هيدا اللقاء استاذ سرجي حيكون برئاسة نعمة فريم؟ أبداً. أبداً 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 لا، نعمة صديق وزميل وحبيبي ومرشح إذا بده، بس نحن لينا متبنيين اسم ولا كتلة نعمة فريم، ولا حنكون كتلة ولا حنكون حزب ولا حنكون جبهة. هذا لقاء تشاوري حينعاد كل 10-15 يوم حيث تدعو الحاجة، وحنوسعه
نكون 10 و15 و20 وحتى حنلتقي مع الكتل كلها ويمكن نتفق على قواسم. هيدي حتكون نواة اذا بدك تواصل ديناميكي، ما بدنا ياخد اكثر من هيك. هلا امبارح حكي نعمت بالاعلام، نعمت وجه اعلامي وناشط وشيخ الشباب وبس، ابدا مش كتله نعمت فريم. هيدي منا كتله نعمت، لا لا ابدا منا كتله اساسا، منا كتله لقاء حلقة نقاش. بس هلا بيوصل نعمت يكون احب لقلبنا بيوصل. نحن منا فايتين بمرشح وما نعمل قباش مع حدا ثالث، نحن بالعكس بدنا ندق باب الكل ونقول لهم تعوا لنتحاور. لقينا شخصيه وحده كان به، لقينا اثنين كان به، ثلاثه بننزل على هالمجلس ومثل ما وعد الرئيس بري بينفتح المجلس بيصير النقاش والتسويق وباب التواصل بدورات متتاليه. وهون تجي الدول بتساعد حلفاء أو أصحابها وقالهم موني عليهم بتزليل إذا بدك العقبات أو شيء. بس ما بقى فينا نأخر لبعد حرب غزة، حرام عم نأذي بلدنا. حرب غزة طويلة والله يستر قديش حتكون نتائجها بعد شوي يعني. قبل حرب غزة بهذا اللقاء أو حلقة النقاش اللي سميتها لتقولوا أنه لا في وسط موجود وعنده كلمة أكيد. عال رح تتفقوا مثلا تطلعوا باتفاق أو كلمة واحدة بالاستحقاقات المعينة يعني على شخصية واحدة رئيس جمهورية مثلا؟ لا منو سنة بداية لقاءاتنا منع في يمكن يمكن نوصل على شخصية واحدة نلاقيها هيدي مناسبة. ما انت مش وحدك عم تجيب الشخصية، انت نحن كل هدفنا مسهل للتواصل والحوار والنزلة على المجلس الانتخاب الرئيس. هلا بقلب المجلس بيصير التفاعل، اذا انا عندي شخص بحبه سوقته قدرت سوقه كان به، حدا كتلة تانية عندها، بس الهدف الاساسي اكتمال النصاب وعدم الانسحاب من المجلس وخلي بقاء النصاب تحت، هيدا اذا بدك هدف هذا التواصل والديناميكية. شغلة تانية بعدها ببدايتها ما عندنا كتير بلوى لانه نسمع اراء الكل، اي آلية بدنا ننظم. والاكثر من هيك الموضوع انه خلص اللي بيطلع بدنا نتفق نكون حده مما كان يكون اذا احترمنا اللعبه الديمقراطيه. بس ما في مرشح رئاسي لهذا اللقاء الجديد أبداً يتفق أبداً عليه؟ أبداً مرشحكم منه نعمت فريم؟ مرشحنا نعمت فريم هلا يمكن بالشخصي في علاقه بنحبه، في البعض لا، في البعض عنده حدا تاني، في يعني ما لا ابدا ما نحن ما اعلننا مرشح. ونعمت شيخ شباب وبتمنى انا شخصيا بتمنى يوصل، مش لانه حبيبي وصديقي. مرشح كنت تكتل الاعتدال الوطني، ما بدي احكي باللقاء الكبير لسه ما اعلننا، ما لنشوف مين الشخصيات النازله بدنا. هلا كل واحد فينا هلا تساليني اذا في جبهتين، انا بفضل سليمان الفرنجي وانا شايفه بينجح اكثر. بتقلي لي قائد الجيش بقول لك اخذ رئيس الواحد، انا عم احكي شخصي. نعم. بس بالنهايه خاضع بعد للنقاش للمعطيات للتسويات الدوليه. يعني اليوم ما بدنا نحط حالنا بديكور معين وما نطلع منه، اليوم نحن عندنا كل المرونه لنخلص لانه بدنا هيدا الاستحقاق يحصل ليكون بوابه ومدخل لتنظيم العمل المؤسساتي. لذلك لا عندنا مرشح برجع باكد لك ولا انا كنت الاعتدال عم بحكي والاعتدال بعد ما اخذ القرار لنشوف مين الشخصيات المرشحه وشيل منهجي بده يتبع وعلى ضوء لحد هلا خاضع لنقاش عام. التمديد لقائد الجيش يلي انتم مددتوا له، نحن قانوننا اللي طلع بالوسط وتقبلوه ومشوا فيه والحمد لله قدرنا نطلع بالتمديد للقائد ولقائد الدركه لمدير عام القوى. التمديد بروفا رئاسي، ناس بتشوفه بروفا رئاسي، ناس بتشوفه انه اخذ حصته قائد الجيش بيسمى نفتش على شخصيته. انا شخصيا بعتقد لو كانت بدهم اياه رئيس الدول والكل اللي انتخبوا كان من البدايه انتخبوا رئيس، ليش بدنا نعمل هلا قائد وبعد شوي رئيس؟ هو زيته نعمل سكتش مرتين يعني، كان نعمل مره واحده تقديري هيك يعني ما بعرف تقديرك انه كانوا عملوا رئيس فرد انه تمديد منه للرئاسه وانه لا لا بعتقد لك في حاجه ملحه لقائد جيش وهو نجح وزلمه محترم وقبضاي بغض النظر اذا في حدا عنده علاقه بعد الواحد، بس انه بالنهايه الى حد ما ضبط هالمؤسسه بهالايام الصعبه، وهيدا الزلمه اثبت علاقته مع الكل منيحه وعلاقته الدوليه منيحه، بالتالي كان التمني الخارجي والداخلي انه بيسوى يضل يمدد على مده سنه وعمليا ما حتخرب الدنيا يعني هلا، بس يجي رئيس جمهوريه بنقي اللي بده اياه. هيدي هي يعني حرب غزه ستفرض رئيس تيار المرده
رئيسا للجمهورية يمكن بما العكس، وزين يمكن القوى العكس ووزين ما بتعرفي القوى. عبقري، يمكن اذا اتفاق السعودي الايراني قال لا، قالت له ايران خلي لي لبنان وسوريا بيجي سليمان فرنجي، اذا السعوديه قالت له لا اترك لي لبنان انا بدي بوابه لهالعمق العربي وبدي اتفاعل معه اعلاميا وثقافيا وانا عندي 23 ملف، اترك لي لبنان وخذ سوريا، ما بتعرفي ما كلها تسويات. بس بالنهايه نحن انه بنضل قايمتين، يعني بدنا نطلع الامريكان وايران وايران والسعوديه والسعوديه ما بعرف مين وسوريا وكذا، في حد ادنى من الكرامه الوطنيه عندنا. يعني امبارح وقت قعدنا مع بعضنا انه يا عمي طيب تعالوا نناقش هالكتل، انه يا اخي خلينا نحن نضغط محليا على المساعدين الدول، مش ما نهين حالنا كثير ونقول نعم. الفاردين الرئيسي على المساعدين، وكنا ما نكذب على حالنا، تعالوا يا عمي لنشوف وين بتساعدونا، ننتقي شخص اثنين ننزل على هالمجلس واللي بيطلع الله يوفقه كلنا بنوقف حده. يعني لم ننسحب، وحيكون الوفاق فيما بعد الانتخاب مش قبل الانتخاب. كان الرئيس بيري عم بيقول تعالوا اعملوا تشاور بعضكم، بلكي بتطلعوا بشخصيه وحده وبتجوا لعنا منهين عليكم. هلا منقول لعمي اذا ما زبطت قبل خليها تكون بعد، بدل البريد تكون بوست ايش بيسموها، هيدي تكون بعدين ونتفق ونقلع، لانه خلاص على الحضيض، يعني العالم مجاعه، العالم كوارث. انحكى بحراك ما للرئيس بري، خطوه ما حيعملها بعد الاعياد، خلصت الاعياد، شو طبيعه حراك الرئيس بري؟ معلوماتي عم بكمان عم يخلق هيك عص بصمت، ايه؟ عم يتواصل مع الكل، عم بيحرك الكل انه يلا، عم يتصل بالدول انه يلا حركونا، نشوف خلينا نتساعد كلنا سوا بقى باسرع وقت ممكن. رئيس بري منو قابل بالوضع هيدا ابدا بس أبداً. عم يتواصل وأنا على قاعده الرئيس بري، احنا اللي عنده الاعتدال، وقال الله وايدكم، شو فيكم تخلقوا حلقات تواصل تشاور لقاء، تيجوني لو 12 بالليل بعمل الوحده. كان كثير متحمس للموضوع بصراحه، بس هي هيك استستجابه الخبريه انه اتفقوا يلا بنجي بنعمل، يعني لا مش قال اتفقوا على شخص، قال اتفقوا على شخص اثنين ثلاثه الكتل الاساسيه، وتعوا قالوا لي انزل تفضل لحتى تحت بالمجلس يصير في الانتخاب الشخص اللي عنده عدد اصوات اكثر. ما قلت له شو بده يعمل كرئيس مجلس غير خلوا على مرشحكم يلي ما تخلى عنه، هو مقتنع فيه، هو مقتنع فيه كمرشح، يعني إذا هو مقتنع فيه والأغلبية أخذوا محل تاني شو المشكلة؟ هو علاه ما ينسحب من المجلس، علاه بعد ما بيطلع يتعاون معه. شفنا جهاد أزعور وسليمان فرنجي، شفنا شو صار بالانسحابات. هل بتضمنوا أنه لو أنتوا رحتوا على تقاطع بتضمنوا أنه ما يصير في انسحاب يا أستاذ سجيع؟ يا ما حدا ضمن، الله أنا بدي أضمن، بس أنا عم بقلك علي أعمل محاولة، صابت كان به ما صابت بقعد على قليلي بعمل ضميري تجاه جامعتي تجاه بلدي، أني أنا ماني مرتهن لحدا ولا أقعد ناطر نتائج حدا، انا عم حاول حتى. وهلا نحن باكثر حاله ملحه للضغط لانتخاب رئيس، وانا بقول لك اذا في حس وطني واذا في ضمير انساني واذا في اذا بدك موقف وطني كبير، لازم يكون عندنا شخص لاعب على الطاوله فيما بعد غزه، مش نكون الكارت يعني مش يلعبوا فينا. استشفيت جو انه الثنائي الشيعي حزب الله والرئيس بري ما عندهم مشكلة، ما عندهم مشكلة باللقاء والتشاور وكذا؟ لا مش هيك سؤالي، سؤالي انه رابطين ملف استحقاق الرئاسي بما بعد حرب غزة. هيدا غلط، هيدا غلط، بس هو صح هيك؟ هيدا الدقيق الجو؟ انا ما عندي معلومات، ما سألتهم، بس بالاعلام وحش في ايحاء معين انه لبعد غزة خصوصا عند حزب الله، بس ما بعرف اذا فتنا بنقاش معه كذا، يمكن يقول لا تفضلوا، يعني ما بعد ما طلع هاللقاء وتواصل مع الحزب وقال له نحن عم نفكر نعمل لقاء تشاوري اوسع وشو رايك فيه لنطلع بعد شوي نعمل جلسات وخلي النقاش يكون ضمن الجلسات، لسه ما حدا اتصل فيه بشكل رسمي. هلا بتقولي بالاعلام تسمعي بالمحللين حزب الله ما بده، يمكن حزب الله ما بده، بس انا علي كمان دق بابه قول له تفضل قولي ليش ما بدك، وانا بالتواصل مع النواب الاصدقاء بالمجلس بدهم رئيسي اليوم قبل بكره، قول له مصلحه فيها اليوم قبل بكره. هيك شايف؟ أنا هيك شايف، وأنا أصدقائي كلهم بالحزب وبحكي أنا وياهم، مش بالحزب، بالنواب، مش ما يفكروا. هلأ في فريق بقول لك لو بدهم فعلاً اليوم رئيس، يعني مع طول كل شيء بإيدهم، مع طول لو بدهم فرنجيين، بين ما أجا فرنجيين. طب بس يتخلوا عن فرنجيين، ما هو هون المشكلة. ما في يعني يتخلى، أنا مقتنع بفرنجيين، ليه بيتخلى عنه؟ أنا يعني شخصياً أنت مقتنع بفرنجيين، هن مقتنعين بجهاد أزعور، وما حدا فيه اتفاق عليه. أتخلى عن فرنجيين بقول لك لا، بس بقول لك افتحي لي باب نقاش لحتى أسوق فرنجيين. أنا هلأ سجيع عطية، أنا مقتنع بفرنجيين مثلاً.
إذا في جبهتين، إذا في وفاء بشوف نعمل جيد، بس إذا في اليوم سليمان فرنجي بتقلي لي بيقول لك عنده إمكانيات كثير ملفات يحلها، وأنا بحرج حزب الله في وقت اللي بجيبه لسليمان فرنجي، لأنه أنا اليوم سليمان حزب الله عم يتبنى شخصية، هذه الشخصية إلى موني على الحزب، شو بدي مكاسب بالحزب؟ بس يعني في كتل مش مقتنع، أنا في كتل مش لذلك افسح لي المجال اتحاور معه وتشاور معه وقنعه، وإذا ما قنعته بدي احترم اللعبة الديمقراطية واللي بينجح الله يوفقه، سقط سليمان بيقول له ما تاخذني لبنان أهم منك. إذا السعودية والخمس دول بنحطوا فيتو على سليمان الفرنجي أنا ساعتها مع كل محبتي لسليمان بيقولوا ما تأخذني بدي أشوف شخصية حسن لبنان فيها. بدنا نكون صادقين مع نفسنا وأن أولوية بلدنا مش المرشح تبعنا. شفنا لعبة ديمقراطية وين راحت على تنافس بين سليمان فرنجي وجهاد أزعور، شفنا عدد الأصوات اللي حاز سليمان فرنجي وليس بالأمر السهل، وجهاد أزعور كمان ليس بالأمر العدد اللي حاز عليه، بس صار في كمان انسحابات من بتغلط كل واحد انسحب تحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات ووضع لبنان بهالمأزق لليوم، كان ثنائي الشيعي أو المسيحي أو مين ما كان يكون، كل واحد انسحب نقعد بالمجلس، هيدي لعبة على القانون وعلى الدستور. موضوع وقتين. النصاب إنه ليش رئيس الحكومة بده يجيب 35 و40 صوت، وليش رئيس المجلس بده يجيب 65 صوت، ورئيس الجمهورية ما عنده صلاحيات منه إلا تشكيل الحكومة وكم شغلة بدك 85-86 صوت. لك هيدي عملوها المسيحية وقلبت عليهم، عملوها المسيحية وقلبت عليهم. طيب بالختام هوكشتاين جاي على بيروت، ما حكي معي ولا سألني الخميس، ما حدا سمعت انه جاي الخميس، سمعت بالإعلام ما عندي علم انه جاي الخميس وعنده موضوع عن 1701 وعم بيقولوا له رئيس بري وحزب الله وكل الدولة اللبنانية ورئيس مئاتي والكل انه يا خي 1701 نحن منطبوا، طبوا انتوا، تعالوا نطبوا سوا، لا بقى تفوتوا لا على سمانا ولا على ميتنا ولا على اعتداءات ولا اغتيالات ضمن الاغاضي اللبنانيه، تعالوا نطبع عندنا 13 نقطه منزيد نتفي منقص نتفي منظبط، بس مع مزارع شبعه ومع كفر شوبه ومع حقنا بس بالكامل. الحكي الامريكاني او الجو ما في مزارع شبعه بالمرحله الاولى، خلي امريكاني ما حنفهم عليهم، لكن ما حنفهم الامريكاني يعني ما بده يعطينا حقنا بنعطيه حقه لاسرائيل، ما هو اصلا ما يفاوض عن اسرائيل، هلا هو خلفيته مصلحه اسرائيل مش لبنان. لا بس ليش بدنا نقول هيك بالوقت يلي يعني هذا الوسيط، بس لحظه عموس هوكشتاين هذا الوسيط كان له دور بارز بملف الترسيم البحري، عن الشغل هو ونائب رئيس مجلس النواب، لا بس عملوا شيء على قاعده لا غالب ولا مغلوب. بدنا دائما في نظريه ثانيه بتقول انه في محل معين تنازل عن مساحه معينه، اوكي في نظريه، انا مشيت انا بحترم اياد الجيش والجيش قال لي من المغبونين ومشيت فيها على هالاساس وعم دافع عنها انه بدنا نرسم وبدنا نخلص بقى، أوكي. والاطلاب المستطاع اطلاب الاشو خد قد ما بتستطيع بالضبط، هيدا اخر شيء. بس اليوم موضوع هوكشتاين جاي بخلفيته لبنان بكون ممنونه، يقول لي عندك 13 نقطة بدنا نثبتهم وفي الحدود الرسمية، هالمزارع أنا عندي ملكية وفي قضاة سوريين ماضيين والحكومة السورية على بس سوريا مش هيك ملكية مزارع شبعة، في جدل سوري لبناني حول هوية يعني إذا كان جدل بالملكية من عبكة الحكومة السورية بتعطي لها بتعطي الحكومة اللبنانية إنه هي أرض لبنانية. رئاسة أركان تجمدت مع بعتقد الرئيس مئاتي بده يحركها شوي لانه بدنا رئيس اركان، ايه بس قال انه ما في على جدول اعمال حكومي اي شيء يتعلق بالتعيين، انا بتقدري بده يحط بهالجلسه بعتقد من خارج جدول اعمال بعتقد. في توافق عليها، مهم يكونوا الاخوان باللقاء الديمقراطي موافقين على الشخصيه، بعتقد حسان عمو هيدا وصارت واضحه له من عوض عوده، ايه حسان عوده خلص بعد دوي جاي. غريب انه المستشار امبارح فارس جميل الزميل بيقول انه لا تعيينات على هذه خلينا نشوف، ما بعرف انا معلوماتي انه في حراك في ضغط كتير كبير وراح تنطرح بجلسه بكره، خارج جدول الاعمال، خارج جدول الاعمال وبتقطع ما بعرف. بدي اشكرك دائما على الحوار الصريح معك دائما هيك من دون كفوف، شكرا لك سجاعتي، دائما مرحب فيك عبر هوا الاو تي في، شكرا مشاهدينا لحسن المتابعه، وللقاء.